ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. وفيديو النهارده هيكون بسلسلة، دي اول سلسلة من سلسلة فيديوهات العطور يعني قررت اعمل سلسلة اللي هو ايه، بتوضح العطور مثلا اللي بريحة الفانيليا، العطور بريحة الورود، عطور الكب كيك او الزبادي، حق ان هي حاجة بتتاكل، العطور اللي مثلا عطور البحر او بريحة بحرية، يعني اللي هو العطر اللي بيدي مود معين، تشميه تحس انك على البحر، تشميه تحس ان في صينيه كيك مثلا وخبز. تحسيت ان انا اعمل السلسله دي من الفيديوهات، فهنبدا باول فيديو في السلسله دي، وهو العطور اللي بريحه البيبي باودر او النظافه، او العطر اللي بتشميه تحس ان انت شمايح بيبي. عارفين العطور دي؟ والاول عطر من العطور دي هو العطر ده، بولاند بير فليس من بولاند بير. ده ريحة بيبي باودر. عارفين ريحة النظافة والباودر؟ هو دي الريحة اللي أول ما ترشيه تحسي بريحة كأنك بودرة أطفال، كأنك جبتي بودرة الأطفال وحطيتي بيها على جسمك. فظيع فظيع فظيع. ده التوب بالنسبة لي في الروائح اللي هي النظافة والبيبي باودر. وتاني واحد بيدي ريحة نظافة، واتكلمنا عنه في فيديو قبل كده، كان عندي منه سامبل، هو بربري بودي. ده ريحة، يعني هو مش بيبي باودر قوي، بس نظافة بريحة جسم كده طبيعية، ريحتها حلوة، تحفة تحفة تحفة. لو انت عايزة عطر بيديك الاحساس ده، هو بربري بودي من الفئة دي. دي برضو ريحة النظافة والباودر وفريش كده، وتحس ان انت واخدة شاور، بس هو خالص مسك من لطافة. ده ريحة مسك صافي، مسك ابيض رقيق جدا جدا، ما تحسيش بيه خالص، تحسي انت نظيفة جاست واخدة شاور مستحمية كده. ده هو خالص مسك، تحفة تحفة تحفة. ذا بيست بالنسبة لي في روايح النظافة. برضو اللي بتدي الايحاء ده وبحبها قوي، وبحس فيها بريحة نظافة وكلين كده، هو هوجو بوس من بوس، اسمه ذا سينت. بوس ذا سينت من هوجو بوس، ريحته فريش كده، وتحس ان انت برضو واخده شاور ونظيفه، بس ميال اكتر اللي فيه هنت بسيط، ورود وحمضيات خفيفه قوي، بس برضو بالنسبه لي ما حطوش مع ريحه الورود. هو مش ورود صرف، هو نظافه اكتر، ريحه كلين كلين، انت واخده شاور كده ومنتعشه، تحفه تحفه تحفه. كان بالنسبه لي معلقه عليه الصيف اللي فات كله، خلص نصه عشان الصيف اللي فات بس. واخر واحد معانا في المجموعه بتاعت الكلين والبيبي باودر هو جورداني جولد، لا سوري، جورداني واي. وده ريحته برضو كلين ونظافه، وفي هنت بسيط فواكه، بس بقدرش احطه برضو واصنفه في الفواكه، لانه هو بيدي الايحاء الاول او ما تشميه ريحه نظافه وكلين اكتر منه فواكه، تحفه جدا جدا. بس كده هما دول كانت العطور اللي في الفئه دي. ولو انت عايزه عطر كلين ونظافه، ناس كتير جدا بتكتب في الكومنتات انا عايزه عطر يكون ريحته يديني احساس النظافه، يديني ريحه النظافه، يديني كاني واخده شاور ولسه مستحميه، المجموعة دي بتدي الإحساس ده جدا. ترقبوا باقي الفيديوهات. مش بالضرورة مكونات العطر تكون هي بتدي الإيحاء بتاعه، يعني إيه؟ يعني مش معنى إن العطر فيه مكونات ورود كتير أو فيه مكونات حاجات مثلا فواكه إن هو بالضرورة يدي الإحساس ده. كل في عطور لفئات معينة، فالمجموعة دي بتدي إحساس النظافة والباودر، وإنتي مستحمية واخدة شاور، تحفة جدا جدا جدا، أنصحكم بيها. وبس كده، هو ده كان الفيديو بتاع النهاردة. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وتكون السلسلة دي هتعجبكم إن شاء الله. أتمنى إنكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو مكنتوش تعرفوا في القناة، وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا شعور نزل فيديو على طول. بس كده، باي باي، أشوفكم الفيديو الجاي على خير.